ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My sister Aisha, how are you? This is Ram Al-Khatib, your Quran teacher, and this is your plan for this month. Please listen to me. Inshallah, I'm gonna recite from Surah Al-Baqarah. So listen to me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Thank you sister Aisha for your listening and see you inshallah in this class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله.